يوم جديد من ليتوانيا، درجة الحرارة 8، الجو ساقع شوية بس الأجواء زي ما انتم شايفين كده والشمس طالعة. لو جاي ليتوانيا وجاي العاصمة هنا لازم تسكن في وسط البلد. لو نزلت في فندق في وسط البلد مش محتاج أي مواصلة عشان كل الأماكن السياحية حوالي. أكتر الحاجات اللي أبهرتني في ليتوانيا عندهم عربيات هنا جامدة جدا. شفت في الشوارع هنا فراري، شفت بنتلي، شفت لامبورجيني، شفت بي ام دبليو الفئات الجديدة. فهنا تقريبا نسبة العربيات الموجودة في البلد الجامدة كتير. احنا شايفين كده طالعين النهاردة للمكان اللي فوق ده. زرت دول كتير في أوروبا بس بكمية الخضار الموجودة دي أول مرة أشوف هنا في ليتوانيا. طيب تاني حاجة، في ناس كتير، واحد صاحبي أول ما عرف إن أنا مسافر ليتوانيا قال لي ما تشوف لي عروسة يا عم هناك. فعروسة الشعب هنا إلى حد ما عنيف، يعني لما يبصوا لك كده مش بيضحكوا في وشك، مش عارفينك انت مين والكلام ده. فتخيل بقى انت هتتجوز من هنا هيبقى ايه الموضوع. ودخلت عملت سيرش على الموضوع ده، مفيش الكلام ده يا جماعة، والليتوانيات مش طالبين ناس للجواز. فانا شايف كل بنت بتتمشى مثلا مع خطيبها، مع جوزها، مع صاحبها، جمال جدا. سألت في الموضوع وبحثت، مش طالبين شباب للجواز، كل دي اشاعات عشان تبقى عامل حسابك. بلاش حد يضحك عليك ويقول لك تتجوز واحدة من ليتوانيا وتيجي تعيش هنا وهتدفع فلوس، الكلام ده كله كده. وكمان في ناس بتقول على ليتوانيا شعبها فلاحين اوروبا، الكلام ده مش موجود يا جماعه، الكلام ده مش صحيح، شعب اوروبي عادي جدا، الدوله هنا قريبه لبيلاروسيا فطباعهم شويه كده شبه الروس، بيتكلموا كده بعنف زيهم بس دي طبع الشعب، تمام؟ عشان محدش يفكر اللي هي عنصريه او حد مثلا بيتعنصر عليك والكلام ده، هو كل شعب وليه طبعه، كل شعب وليه اللغة اللي بيتكلم بيها، كل شعب وليه الفوناتيك بتاع اللغة. شعب كويس، في سياحة كتير هنا في البلد، البلد جميلة، استمتعت هنا في ليتوانيا جدا، الخضار والأماكن الطبيعية الموجودة حاجة 10 من 10. احنا في شهر 5 والجو الى حد ما متقلب شوية بس الجو حلو. هنا شهور الشتاء صعبة جدا، الناس بتقول بتبقى سالب 15 وسالب 20، يعني الشعب هنا اخد على الجو ده، لو حد جاي من برا مش هيستحمل الشتاء هنا. جايين عشان نزور جيدميناس كاستل تاور ونطلع نشوف العاصمة كلها من فوق. هنطلع الكاستل اللي فوق دلوقتي بالتلفريك، عامل زي عربية كده بيطلعك لفوق، هنستمتع بإطلالة على العاصمة كلها. تيكت رايح جاي للتلفريك ب2 يورو. هنا الناس بترمي الفكة. الفيو من هنا والأجواء عالمية. تلفريك رايح جاي تقدر تشوف العاصمة فيلنيوس كلها، إطلالة على العاصمة، إطلالة غاية في الجمال والروعة. بس لما طلعنا فوق مش عارف سامعين صوتي ولا لا، الهواء جامد جدا. نشوف كمان من هنا نصب التذكاري للصلبان الثلاثة زي ما انتم شايفين كده، خلينا نزوم عليهم. بس الجو هوا جدا النهاردة في الأماكن العالية. أجمل حاجة الصراحة هنا الفيو اللي على العاصمة كلها. حابين يدخلوا المتحف اللي جوه ب11 يورو. أنا مش من هوايات المتاحف، أنا الإطلالة عندي والطبيعة هي كل حاجة. هنا بيحاولوا يوفروا في العمالة على قد ما يقدروا، في واحدة بس هي اللي شغالة، والكافيه مساحته كبيرة جدا، هي اللي بتحاسب، هي اللي بتعمل القهوة، تسخن السندوتشات والكلام ده كله. التلفريك اللي أنا لسه راكبه من شوية واحد بس اللي شغال هناك، هو اللي بيقطع التذاكر وهو اللي بيدخل الناس برضه. فهنا إلى حد ما بيحاولوا يوفروا في العمالة عشان ما يدفعوش مرتبات كتير. أنا شايف في ناس كتير في البلد يعني، وشايف كمان المطاعم والكافيهات شغالة، فليه ما يزودوش العمالة بتاعتهم؟ فدي نقطة اللي عايش في ليتوانيا وبيتابع الفيديو ده يقول لي. اسبريسو امريكانو 4 يورو 30 سنت. زي ما احنا شايفين كده الاماكن الخضراء في كل مكان،
بس قاعدة وبتستمتع بالطبيعة وبالجو وبالشمس اللي طلع النهاردة. زي ما احنا شايفين كده أطفال المدارس بينظفوا البارك هنا. شايفين المدارس بتعلمهم ايه؟ الترام القديمة اللي في العاصمة هنا. الأماكن هنا في وسط البيوت غاية في الجمال والروعة. الناس قاعدة وبتتشمس وبتستمتع بالأجواء اللي معمولة هنا. لو هقيم ليتوانيا برأيي المتواضع، الشوارع والأماكن الجميلة دي والخضار والطبيعة 10 من 10. الأسعار مش غالية خالص مقارنة بدول أوروبا الغربية. النهر اللي أنا قدامه دلوقتي نهر نيرس، جاي من بيلاروسيا وبيعدي من هنا. طول النهر 510 كيلو. زي ما انتوا شايفين كده قاسم المدينة نصين، وجمال مفيش بعد كده، وحواليه خضار في كل مكان. وزي ما احنا شايفين كده فنادق وشركات عالمية، وفي بنوك كمان عالمية. والمكان كله نظيف، الناس محافظة جدا على نظافة الأماكن. لين أنشطة جميلة جدا هنا للشباب زي ما احنا شايفين ورايا كده.